غزوة بدر غزوة لي غزوة بدر آية آية هلك اللي قال يا قرية وهي في نصف طريق بين مكة والمدينة وقرية كنت على مكة المدينة تحل وضدها وهو يعني وهي أقرب للمدينة مدينة إلى أولى له سميت باسم بئر هناك للرجل من جهينة اسمه بدر قال ما سكويا له ونن يعني نينك قال كلا الأورنجر بدر نينك الرجل هينوها ما قعب على قومك عابي بدر بل هي ما قال الله تعالى ولقد نصركم الله ولقد والله نصركم الله إلهي بايدين قرقاري ببدر بدر بإلهي دين قرقاري والحال أنتم أذنكم أذلة آتهين كواد يعني أطوريب فاتقوا الله إلهي كبغى لعلكم تشكرون لكي تشكرون نعمة إلهي نعمة دي سينا الكسو بيساوي أذنكم أذلة هو صدح بقول يا دوري يتوانا يا عيدا كن اللي انك قرقاري يوم بدر وطالب أوقع شانو تدواتنا أتقدي شان تدواتنا أتغفارتين مالك إلهي نعمة دي سكسو بريا عن عمر وحالقه رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر بدر مالك يدي مركة نظر رسول الله وفيري صلى الله عليه وسلم إلى المشركين قالوا النبي ساوه أجل والحالهم أيضا ألف كل بيهاية وأصحابه النبي أصحاب في سنة أصحاب هنا 319 رجلا صدح بقل ثمانية سجال بيهاية صدح بقل ثمانية سجال وليما صدح بقل ثمانية صدح نبقى لقور يا رواج آية نوري ثمانية بيهاية صدح بقول يا دوريتون فاستقبل النبي الله النبي الله وقابل صلى الله عليه وسلم على القبلة والله وقر بي قال الكسر اللي بجربار ما يدمرك المؤمنين سلسان بيون غني آية صدح بقول يا دي كن قبلة ومرك النبي وقابل ومد يديه لما دقع موت بوتاك فجعله وحبه قال يهتفه يدعو بربه ربه إنه بريه اللهم انجز لي ما وعدتني إله يو إيقو ما وعدتني وحدي يا بهر بلنك إله وعدي قاتي ونسرق آه ما انت الدنيا اللهم آتي إله يو إسيه وما وعدتني وعدي بهذا اللهم الله يو انت لك هدالها لا هذه العصابة جميعا يرتأوا منها للإسلام كاملة لا تعبدوا في الأرض أرنون اللي قبوا عابدوا ما يبردم صدح لهم بقول ما انت هدي طماتوا قالوا أيضا ميان وقال هلاكتوا بس فما ذلك مزول يهتف بربه ربه إنه يعني أرد واقعي يعني أبريه ماذا حال ويا نبي بتالي يديه الذي سقع من المستقبل القبلة حال القبلة مقابل سيئة حتى سقد رداؤه عن منكبه قوي قرباه أصار نابا نبي كدع يعني رفع إذا يعني مبالغة وكوح يلقير على رفع اليدين كاما يعني سيدا أو يعني أبار نبي مغنى أيو قوي اسكب عيوي فأتاه أبو بكر باويمد فأخذ رداؤه قوي بسوقه فألقاه على منكبه لما لقى رب النبي أصار ثم التزمه من ورائه دين عن ضبر كون نبي سيدا وقف صدي وقال وحي يا نبي الله نبي إلهي وكفاك وحاك غفلا مناسدتك دار يعني أذيك برياد هذا ربك ربك أكبر إذي برياد إلهي أكبر إذي واتكوع العليسي وليو برياد واتكوع الليراتي وحاك غفلا فإنه إلهي سينجز لك وكوب قين يا ما وعدك وحاك يبه إلهي وحاك يبه وحاك قين يا بس وحاك غفلا بس بي فأنزل الله إلهي وسيد جي عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين إذ وقت تستغيثون ربكم ربكين أكبر يسان وتقر قردل بيسان وفاستجاب لكم وإذن أقبلي معين كو أقبلي أني ممدكم وإذن كو زيادين يا بألف كن أو من الملائك كن ملائك تاني ينكو دري مردفين أو إسفن قلي أو إسدب الجو دوي سايس إسدب الجو أي إسدب الصعود الملائك مركو ملك كلا كسو دب دوي أي مردفين وي يردف بعضهم بعضا فأمده الله إلهي باء الزيادية نبغى بالملائكة ملائك باء إلهي باء الزيادية عيدا ملائكة إلهي سيئة الوزية حتى ما كدب روحة ملي إلى عشان كن بيقارن يا مرحب بخمسة آلاف من الملائكة مصومين باء إلهي رواه الشيخان بحديث كوري وترمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال شهدت من المقداد بن الأسود بيك عبد الله بن مسعود وحليه شهدت وحن جوجوك وها ونجوغي بوري من المقداد بن الأسود نيك مقداد بن أسود ليه هذا مشهدا مكان حاضر لأن أكون إن أنا هذا صاحبه وصاحب كيس أحب أن كجعل إلي حاجة مما عدل به وحلا وحلا بكما يرى نيك ليه هذا مقداد بن الأسود بان لجو غيبه مشهد بان لجو غيبه معيسى أنا هابه إن أنا لجره وحن كب بدلنا يا مجره وحن كب دور سمي إن أنا مالك لجو غيبه مجره وحن كب بدلنا يا مجره لأن أكون إن أنا هذا صاحبه ومجلس كاسم يعني مشهد كاسمك حاضر وصاحب كيسة يا حب إلي حقيقة لك جعل بني مما عدل به وحال الله وحق كما يورب وحو البوان كجعل مالك لجري الديسان وحو البوان هذا العجيب هو يرى مركا نبي فرح قلي وعسل أولي حتى النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيو أي من نكا إلى مقداد من أسود والحال هو النبي يدعو على المشركين قارب وهباري فقال وحو يري مقداد
لا نقول كأران مينو كما قال قوم موسى نبي موسى قوم كيسي سيدي إيرادين لموسى إيرادين ما إيرادين اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون بكو إيرادين سما ما موسى ساسا كدين وحاي نبي موسى قوم كيسي إيرادين أنه كودهم مينو ولكننا نقاتل وان دقالوين عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك ميديك تاذا يدري حدادا يهري دادا يدراسا لانك دقالوين فرأيت النبي النبي عن أركيبه صلى الله عليه وسلم أسرق وجهه وجهه سوء فيوسره قوله قول كيسا فرع جليل مقداد بلاسل قول كيسا آد موقف فرح ولذا هو آيات وحكو سوء رورتي مركو النبي عليه الصلاة والسلام إنه بدر يعني أرنت إيدا كأبي سفيان بل الدوني مركو رعي إيدا قراشا أبي سفيان وقامين إيا شام كيبت أيا الله صوب حقين ودد الله إستاذ إيدا كي يعني سفر كي واضح صلي قراشنا قيل ذي بأوتكتي إيدا كي قراشا بها صوب حي مركا سفر يربي أسعدين حتى دكي يعني ومدينة ولا قصة تري ودكي جاك سوى على الوضع نينكي تيكرا حتى قو نينكي كلا يسكي جولا ليرم هاي اللي سفر يربع الربعين وضد اللو يساقي بقاك اللو مسعن هل انت عاشي ما ينغط مركا سفر كنا وبع صدي إيلا شقورا شادي يعني فرض بدمان وايب هل انت مركا عاشي ما ينغطي أتعرف اللي سوى ينرو أسيروا علي عباد الله إيه إشارة بقاك مقل ما مسوى أسكر الله بنا مركا نبي الله شاقي إيلا يعني سفر كنا وتقي قريش او حبك مغنين بدر يوصل صعودان يبناك سرعان إني فريستان أوليبا قريش يعني قريش مركي يعني أبو سفيان بابركي ورقة إلا أدري مركي صواب بحين وهدنا وخبرا وحيري إلهي وأن بدبادي ومحمد يا ساحبتي وأسعبتي وأن كبدبادني اسكن نقضى أبو جهل بادي لما جرت في المرأة دان صواب بحني وأين أن برنان كي بدر تقنع ونكوه البقالة نجيلة كوكا لأنه أنسدح بريئة كبدا فردينو يعرم مقشو وإنو محمد عصري وإن الوشاكي سألك كان لعبن من أبو جهل بادي لوحمة الله ولي ما شكتا مغام ماي يا وقتي يزعنا مال مركي عرنت مركي سام نقطي أيو نبيه يعني أصحاب في لشهور سيو بكر باهد لي بقالك أن قلنا رسولك إلهي هذا الكيسي نبي ممي العسني سيد عمر باهد لي هذا الكيسي ممي العسني مركي مهاجرين تنوان يربا يا هايين ودي إسكاق حوتي أو دي حتى يسوه يجلو ينصمت بي مدينة جوهان سنبي اللي بعد بي بدد علي سوما نبان كون جواب تكرب النبي هو أنصار أو قدرالك وان قلينا أما نقدع نيوكو كرم وحونا نبي مركا كفيرين يا مدينة مركو نبي أسوه هجرون وحيير هذين أنا جاكو يعني وانكو قرب تاغينا المدينة عدكو إيمان كرتمال إنا نبو طمعنا موغي لغو ما سو قاري مركا نبي وحو إيجي بل أن مقالنا المدينة كليا ميا نبي يكو إلا عليه يكو قرب تاغيه المسادو دولان أذين قرب كيسين غنيا بو نبو إيجي لما قريان سارن مركو دور قور هذا لكو عليو نيونك مهاجرين تاو قلفاتي إحاد الله ومركا ونبي من العسان لا يوانك ودكوغن إلهي آي سعد بن معاذ هذا لي وحي لكأن تريد يا رسول الله إن أنا قلنا جد يا الله يا الله أنا قلنا سارينا هذا لنا نعم بور النبي وحي الحداد يعني النبي عليه الصلاة والسلام تراويه بطن قلا وانقلا النبي ما الله ما شاء أن أمرت أمر بور وانقلنا هذا هو النبي وفرح مركز مقدارنا هذا كهذا أثنيري وكتب الجري وحي رسول الله أنا قرآن ما إن قوم موسى سيد النبي موسى ويرادين اذهب أنت وربك فقاتل إن ها هنا قاعدون أنا وكبرنا هنا، لكن وحن كلنا هاي. اذهبوا أنت وربك فقاتلا إن معكما مقاتلون. هذا يعني ربي قد دعالما أني أنا معينا دعالما هناي. ساتن كلنا. مركز النبي عليه الصلاة والسلام. آد وقفر هاي ونؤد عيي مقداد من أسدوي. رواه البخاري. وعنه وحاله وري عن ابن مسعود قال وحيري استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وحو قابل الكعبة. فدعاه هواري على نفر به هواري. يعني جماعه من قريش كمدة على شيبة أبو هبار هي وعتبة ابن الربيعة تاه شيبة بن الربيعة هي عتبة بن الربيعة والوليد بن عتبة وأبي جهل فأشهد بالله بأن قطع رمب عبد الله بن مسعود لقد رأيته وان أركي سرعا أيضو للاي سريع ما سرعا كوال للاي ويك قتيل قتل أو كذا أيضو للاي أدات سنبان أركي غد غيرتهم الشمس قرحوا أي الدورسي قرحة الدورسي معناه لو ما قفوا ميت كمركي انتي اللي دي لقرحة الله ديقوا ما انتنا قرحة دي تالي جيركي سواء بدل اي مركي ودرسوا مية مركي قرحة دي بابد شيء وكان وحوها يوما حارا مالا اهد اكروبها انتي اللي ايا قرحة الله ديقوا مركي ساتي قولي يتو اسكو انققي يا ديركو دي اسلام مركي بابدل مية وقرحة دي بابد شيء وحالك عدد سمع نركي واخو النبي كو قصقص الله عليه السلام انتي من دارتا دورك كسارين كو قصقص الله ويكو حالك الولاي رواه شقاق أنا نصوح على قوري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور النبي يقول لشهر حين بلقه مركو سوق على النبي إقبال أبي سفيان أبي سفيان إنه سوق قابلي وأبي سفيان عيد سفر كيسي بد بعدي عيدا كقرشات وهدنا صور رائعين يعني وسوق قابلي مركي نبي يقول فتكلم أبو بكر بهذا لي
فأعرض عنه نبي وكجس ثم تكلم عمر وهله فأعرض عنه فقام سعد بن عبادة كعي فقال وحيري إيانا تريد يا رسول الله أنا قد نوجه دميا والذي معبدا كل عرف نفسي نفسي بيده كسر انتهى لو أمرتنا هداغنا أمرته أن نخيلها فردها إنا انجلنا البحر بدا لأخذيناها وانجلنينا فردها أنصارنا يبدا قلي هداغ ترعه أمر كاغا وانجلنا وفد هاي ولو أمرتنا هداغنا أمرته أن نضرب أكبادها إلى برك الغماء جمال لفعلنا وانجلنا برك الغماد وأهل أقصى البلاد مدال بلد كمال لا تجمع ماشاء أقول دار بهيد إلى برك الغماد فردها وراء هداك هذا وأولنا إلى هلك كف إستاذ فندب النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس مرك هذا الأنصار والنبي أمر كه لي أتحارته ومرك ويهريه يعني دتك وحكم بري أن ده يعني الخروج بحثا فانطلقوا ويتجين حتى نزلوا بدرا إلى أي بدر تجين أيضا كي يعني قال له ويكجهر مرينه أيها ماشي بدر وبيو أي بسيق قبصلين صعبت أكوهر مرتي آية فانطلقوا حتى نزلوا بدر ووردد عليهم رايا قريش روايا قريش ووردد عليهم يعني على الصحابة وحاكسوا أرارتي وقلتوا من ماشي روايا قريش قريش بنديره أيضا كي قريش ودي على موت أبي أفر بن ميسوما ورد العالم بيوتا كون عالم بيوتا كون وهذا وحى عيارتا يا ألاسكا يا وحى يا قيلزا يا وحى كبه حي وحى لو استاقي كرابة عنهي ما صبح قرد انه ير وصدح بقرانا ماشي جوا وحى زدبية تكو ديه يعني وعدد الهي كو كالسون وإيمان راسق عليه ميه نبي محمد ودحت أغيه صلى الله عليه وسلم ميل هذا يمجروه ماشا ميل لقاء هذا عن جنة ميل جنة هينو كخير بدن وميشا لقاء هذا يمجر إن الجنة كأدو دمتئيو إن الهي كنا الله يستوح كده حيه مجر حقيقة كله هذا يا مرحبا هل كيف يمرك يمالين فيهم غلام أسود لبن الحجاج قرد قريش أي يعني أو ماشي إمانا يعيدا كود وحاكم دا غلام أدون أسود ملو لبن الحجاج ريبن الحجاج نمك اللي أسكرها فأخذوا أصحاب النبي باقبته صلى الله عليه وسلم أدون كي أو قرد ريب قريش يتكم دا وعلى قبت فكانوا وحيا أن أصحابته يسألون الكوسو على عن أبي سفيان وأصحابه إذا سفر كأبي سفيان قوتي أبي سفيان أصحابتي في النوشك فيقوله حليه ما لي علم بأبي سفيان ورأنا أبي سفيان وحبك مورب دموع ربع ثم حكوه يا أبي سفيان إذا كقرشي سيدو لإنبصار راعي موي وربك ما هيدي ما لي علم بأبي سفيان ولكن هذا أبو جهل وعتبة وشيبة وأبي بن خلف رقاسة بيشن سوسة رقا إذا كقامين يا ورقاس ايوه يعني مكاكا صباح ايوه نكواس من ربان دي سفر كي ابي سفيان بي ربان اصحابت مكتبين قبصدان بي دوني يا فاذا قال ذلك مركو يراد لربوه ويقراعيا فقال وحو يري نعم مركي لقراعه وحنو صلى نعم بودي انا اخبركم وان اذين شيغيا هذا ابو سفيان ايضا كانوا كجرا واكن ابي سفيان واكن فاذا تركوه مركي قراعه كده ايان فسألوه اي سؤالان قال وحو ديه ما لي علم به أبو سفيان أنا وحبك موري ولكن هذا أبو جهل إيه وعتبة إيه وشيبة إيه وأمية في الناس فإذا قال هذا إلا نضربوه ويقرعيا هذا الكامرك كل علي هذا ويقرعيا والرسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي نبي بنو واتكني فلما رأى ذلك مركو أركي نبي إن صرف صلاته وكبحي وسلاما نغصري قال وحيد والذي نفسي بيده بأن كل عرسي لا تضربوه واتقرعيا إذا صدقكم مركو رنت إذن شاء marku runta idin sheego abu sufyaan aan waxba kaba ugu yiraahdo ee abu jahl iyo umayya iyo halka soo socdo yaad garaacaysan watarakuhu wa deynaysan idaa kadabku abu sufyaan waa ka markuu idin dhawaa been idin sheegana wa deynaysan qala rasuulullaahi wuxuu yiri sallallaahu alayhi wa sallam hada masra'u fulaanin halka waa mid hebel meeshii lagu dili lahaa wa yadacu yadahu gacantiisu saari cala alardi haa huna wa haa huna halka abu jahl baa lagu dili هل كان عتبة لود ليا؟ هل كان أبي أمي ابن خلف لود ليا؟ ساسو مر كان النبي قطرنا يا، فاية، وقال كاسو النبي عليه السلام أنتوا دجالكم بالعون، قال وحو يري، فما ماذا مت مجد بن بويري، فما ماذا مجد بن، أنا سبنا مالي وحو يري، فما ماذا أحدكم يعني أحدهم أحد كل مجد بن عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي والنبي قعنت صار ويرهب الماشي على دقي دونا، ننطع في مجرى والبهالكم على دقي. عن ابن عباس وحال لقوري رضي الله عنه ما قال وحي بينما وقت رجل أو من المسلمين كم يومئذ مالكاس يستد في أثر الرجل أو من المشركين أمامه
إذ سمع الضربة ذبرت الدلال في بلوذي والسكد حداثة مركة دم السلافيه بعد لسلتك يسمع مركة أيضا من مسلمين تكملة يشتد وأردي في يعني أثر الهجل ننبو دو أردي يومين المشركين كملة أمامه ورتيسة وعرسانية وإنه سيفت لك أرو ربا إذ سمع وحوم مغلي ضربة بالصوت فوقه إيه وصوت الفرس كركي سوح وكم مغلي جاد الفرس كالغرفة يعني جاد كالغرفة فرس إيه وصوت الفرس فرس كي ودنانا يوي فرس كا وهي دنان كي فرس كي يعني وعني مفردع الدمار كي الدقال كي لقيدام أشهر الغرفة ودنانا يا سماء صوت كي سوح مغلي يقول وحوليه نينك فرس كالغرفة أقدم يعني دقدق وقلبه لي حيزوم يا حيزوم بكركي سكا مغلي يعني فرس كي بالغوط في جدلك مركز فرس كي دناني مركز وحري أقدم حيزوم يا حيزوم فنظر وفير إلى المشركي كي قال كاي غرتي سيور دي فقر مستلقيا قال قال بوضع أي دعديد بوضع سلاس فنظر إليه وفير فإذا هو قد خدم أنفه وشق وجهه كالربة السودي أكله قال كي وصل على دبر دبر وضع ينبو أركي مركز قتلينا halka sankiisii ila ilkaaro dhanba wal lagooyay halka wax looga dhaftay taad laga siibo dhabar dhabar u dhacay ya malaa'ikta yeelisade malaa'ikta waa saa ugu dhufanays markuu saa u dhacay ninki muuminka israacinay mar wuxuu arkay asoo aad ku dhufatay le qortiisa halka asoo kala ku dhacay malaa'ik baa kaga warbana kaad ku dhufanaya ya malaa'ikta baa leeyay sabar karayte ay faqdar ruu cagaartay ذلك كاس أجمع دمانتي وجهي يسير ضمبا عارتيه دوا يعني نبركي وكل نفتي ملك وكل نفتي جركي يسير ضمبا إزبدل فجعل الأنصاري يبايمت فحدث بذلك رسول الله بأشهر صلى الله عليه وسلم فقال وحي لصدقت الرنبا شايفتي ذلك كاس من مدد السماء الثالثة سمد صدحات مرائكتي جوتي ويو إلهي نوزل ديادي ونقاين وقرقاري وي مددك سمد صدحات وي فقتلوا يومئذ ويلا سبعين تضواتا وأسروا ويقفاشا سبعين تضواتا ويسوقفاشا رواهما مسلم عن أبي طلحة وحلق وري لولا رواية مسلم وري عن أبي طلحة وحلق وري رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أمر يوم بدر بدر مالك يدي بأربعة وعشرين رجلا أفر إلى لواتن ومن سناديد قريش قريش رؤساء ذي مرحة ذي أول سناديد قريش رؤساء قريش كوي وويناء وضياسة اللي قدن بي أفر إيا اللواتن كمد أهو تدواتن كاللي دليئة يونبي أمري فقدفوا والغرف دي في طي عيل كركار كيسو من أضواء بدر بدر عيل الشهد كمده قليب بدر وي قليب كاس عيل وينو يعني ساسوها قوف أهو هدنا كركار أفك اللي قمري كركار كوحال إذا عيل كوح أفك اللي قصار وقريها رقحيها يوح أفك سال الله قد قدقو يا اللي ده طي عيبك طيق الوسمي مركا وقري وحما ساس الله صار صار عيلك أبقي سوى عيل لقعب بجريدي مركا وره مركا سرى هلوقو قره هلكات بيتك هلوقو قره ماشا هلوقو قره فقدفوا في طي ومن أضواء بدر كاسو خبيث حن مخبص هدنا الحميون خبيث ويهو دي قال الكوة وحما بو قد النغضي وي ولود وي وانا مخبص وي يا آية البئر الخبيثة ال حنوي كوا قالوا هو حن حن كها لو غري كوا سو قبري او نقدي وي جسدودي يعني ميت كودي وا ماشا لو غري وكان و هو النبي اذا ظهر على قوم قوم مركو كقالب نقدا اقامه وكو نغان جيره بالعصت سبلا ماشا يعني لو دغالمي ثلاثه ليال سدح بري ايو ماشا جوج جيره فلما كان ببدر بدر مالك يدي مركو هذا اليوم ثالثه يوم كسدحات فلما كان ببدر بدر مركو أهالي اليوم ثالث يوم كسدح المركو قاريه وسدح بري نبي بوفدي أمره أمر براحلتي قاديد كيسي فشد عليها وال ربي قارير كيسي وال ربي فشد عليها رحلها يي قاديب على ساري يي قاديب يي ألاب ساري بالقر ربي يي لوحا لغفو لا يي قليلا من محمل باليلا ثم مشاء النبي بوسعدي وتبعه وأصحابه وأصحاب تيسين ويدبق له وقالوا حي أهايين طيب وقالوا حي لهذين ما ينطلق الا لبعض حاجته مركو نبي دنعا او ير دقاقي اي مركو وحي يركين هارين وحي لهذين كل نبي قال له حاجت ام دنعا بو وحبو دون يحبو دنعا بو اسعدا ما ينطلق الا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركي عيلكي كركاركا اي قال له خنخن كيد افر لواتن كان لو غري غبي سو نبي استاغي فجعله وحو غدا غلي يناديهم او دواقيو باسمائهم ابيالكودي واسماء ابائهم باسمائهم مغيالكودي واسماء ابائهم
magacoodi iyo magacii aabahood waa nimankii qureyshta lays yaqaanay dee qaraabada ay ahaayeen, yaa fulaan ibnu fulaan, yaa fulaan ibnu fulaan, ayasurukuma idin farax gelinayaa annakum adinku adactumullaha inaad ilaahay adeecdaan wa rasuulo, hadda ma jeclaan lahdeen inaad ilahay iyo rasuulkiisa adeecdaan, awlaatad laydinku kari lahay. فإنا أنه قد وجدنا وان هل ما وعدنا ربنا ربك أنه وحو نويبه حقا حالو يهي، فهل وجدتم مهسين ما وعدكم ربكم ربك وحو يدين يبه حقا حالي وعدامك وان هسين سوما مركز النبي قد واقعي أبو جاء الله وحي إلهي كو يبه مهسين أنه وحي إلهي نويبه وان هل ناي حتى ما جعلان له إذن هذه الله رسول كيسا دعب وجعلان لها إياه علني يا داد يا سوء علني يا. فقال عمر وحر يا رسول الله ما تكلمهم حد كلا هذا ليس من أجساد جسد لا أرواح لها وح روح بأن لهين وحن بغتي قال هذا يهدنا إبرك محد كلا هذا ليس. فقال وحو النبي هو الذي معبود بان قرد عسي نفسه محمد بيده يكو سوان تاي ما أنتم أدنكم ميهد بأسماعك وكما قلبنا لما أقول منه وحن أولا لما أقول وحن أولا هاي منهم أيها كما مغلي أجدين هذا الكاسد عن أولا هاي أدنكم كما مغلي أجدين لكن إما أجيب يعني. جوابته دي ام بان مقلين لكن سي عادي ام مقليا قاس النبي عليه الصلاه والسلام يا قال هذا حن حنكا قال بختي مشرك وي او وخما مشركين تو او وخمايا هذو النبي يقول لي وها ان لهي ادينكو كما مقلي اوغيدين يا ددك الهي وان وناسن صلحها مركي دنتان بلك ورر يا قف دنتي مخو اوغياهي ويلي مخو هو لا وي قال اسكدن تيو ايرو وبختيب ونبي ليا وا مقليا ايما جواب كران لكن وا مقليا وي مقليا انتي مقلان يا ولي الهي اكتيس يعني شرف وين كرامه وين كل يهن مؤمنين تي صلحوا. رواه البخاري واحمد عن البراء وحل لغا وري رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي هو يالي على الرماتي كوي غمونك يعني جني رمادي يوم احد احد مالك يا عبد الله بن جبير عبد الله بن جبير نك اللي هذا ملح أوجد يجي أمير أوجد يجي وما كان وحيد هالكاسة صار دافين أو دبر جبين ترى نجا إلى علي هذا أنا أنا وقولوا ذكر قارم نقول نجارة إن جبين يهدي نل جبيه هالنص صار دقاقنا أبين كم بورت صار ناد أو دبر جبين ترى نجا إلى علي عيدن كدبر جبين تعود درمك هلا هو كل جواي كم تعيدن كديل دبر جبين فأصابوا وي أصيبين قالوا دي منا حاجة نجا سبعين تدواتن تدواتن بين نجا أصيبين ما كان نجا دليم أديم كم حكاية ما ذي kowgii hore markii la isku bilaabay ba way carreen gaaladii markay arkay qoladii meesha saarnayd ee la ilaaliyay dabar joonta naga ilaaliyay markay arkeen gaaladii la sii ceyrsanayo ayay xayidan war waajabeen qaniimada ka qadin yaa markaas Cabdullaahi bin Juwayr waa ninkii yaan madaxda looga dhigay war nabiga soo imaday halka ka dhaqaaqina haddii anaga la soo jabiyo hadii ayuu aan jabinaba waxaad ka yeelmeynaa way dhaqaaqeen dhowr nin baa ku haray Khalid bin Walid muxuu sameynayaa dafardii buu waday dhinaca un buu kala wareegay afarta nin meesha ku hartay buu seefta madaxa kaga jaray markaasuu dhabarka ka saaray meel laga imaaday iyo meel loo socdaa la kala garan waayo ilaa asxaabta ay waataa qaarkood islaayaan ya Xudayfa bin Yaman aabbahay wuxuu ilaa anigoo garanaya maalinka la war waa aabbahay anigoo la kurka la jaray ya ilaahay ha u dhaafo wuri aya asxaabta nabiga Allah u dhaafo walaxow yaa isgaranaya dadkii waa soo ogyahay bal isku dhexdaatay marka waa mukhaalafadii nabiga amarkiisa ay jabiyeen calayhi salaam maalinka ku jabay وأصحابه ونبي أصحاب تيسو أصابوه ويأسيب من المشركين يوم بدر أربعين ومئة بدر مالن كيدي وحي كأسيبين بقل إيا أفرتت سبعين أسيرا وسبعين قتيلا لكن يوم أحد أصحاب تتدواتا ما اللي قد لي وحاول لك ما قفال لي لكن قال أبو صفيان بقى وحو يري يوم وال ويا أو بيوم بدر بدر أولي كمي يوم بيوم بدر والحرب دقال كون سجال دوا كلتم يا shalay baad saan uga noqoshay Soomaa Badar ka maalinkan waan maanta waa adinka way dagaalku yaani waa waa sijaal weeyo halka tilkal ayaamnu daawilo abeenna sabaylahay hirqle markuu warsanayo Abu Sufyaan dagaal ma la gashayn haabuur dagaalka dhexdiina bal ka warama yanaalu minna wa nalaanu minhu buur marna asaga najabiyo marna anaa naga jabina buur hirqle wuxuu yiri kadalika rusul rusushu waa nooca buurtubtala waa la intixaamayo in ayaga un guusha la iska siinaya maaha oo ninkii ka hor imaadaba ay dilayaan maaha marna ayagaa guul la siinaya marna waa la laynaya dhibaata lagu ridaya wala caaqibatu lahum laakiin ciribta dambe ayaga unbaa leh ogow arrinta ayaga unbay isugu dambayni laakiin waa la intixaamaya dhibaatay la kulmayaan yaa kadalika rusul marka yowmun biyowmi badrin walxarbu sijaal dagaalkuna
ده هو مرجيسي وأما وكلتن أو ده قلبه هو مالك رواه البخاري. فضل أهل بدر وعددهم أهل بدر فليلة ذودي يا عدد كودي عن رفاعة وحلقة وري الدرقي رضي الله عنه وكان وحوا ممن شهيد بدرا بدر ذاتك حاضر يعني حاضر بكم ذا قال وحوا رجاء جبريل جبريل بقى إلى النبي النبي أجمع صلى الله عليه وسلم فقال وحوا كيري ما تعدون محاط كتر سان أهل بدر أهل بدر محاط كحي سابتان فيكم فيقين قال وحوا يري نبي من أفضل المسلمين مسلمين تكو أغفض لبدن بان كتر ناية وذاتك مسلمين تكو أغفض لبدن أهل بدر دي أو كلمة نحوها قال وحوا يري جبريل وكذلك من شهيد بدر بدر ننك حاضر أو من الملائكة واساس من أفضل الملائكة والوتريا فذاتك بدر كغيب قليل ملائكة رواه البخاري عن البراء وحلقوري رضي الله عنه قال وحيدي كنا وحانه نتحدثك وكشاكيستو أن أصحاب بدر بدر أصحاب تيدو 300 وبلع عشر إنا يهايين صدح بقول إيا دوري طبعا دوري صدح بقول إيا دوري طبعا بعدة أصحاب طالوت طالوت أصحاب تيسي تيرادو ديبا يهايين الذين كواسو جاوزوا معه طالوت معي سجد بي النهر وبيك قف مؤمن قف عن هين مجد بن سماوي وما جاوز معه معيسى مجد بن إلا مؤمن الموي قف مؤمن مركا وبعدة أصحاب داروض بيهاين أصحاب بدر وصدح بغل يدور يتون بها صدح بغل يعني توني يصدح أي إلا توني يسقال توني يلح توني يشن ملاها سألوريا رواه البخاري وريو الترمذي ولفده 313 رجلا ساسا نقول راجع سموي صدح بغل توني يصدح بها وعدد رسلك ساسا هايمون صدح بقول ثمانية صدح رجلا وعنه وحال لقوري عن البراء وحال لقوري قال وحجري استصغرت أنا يوم عمر يوم بدر أنا يا عبد الله بن عمر با يعني دقالك وانا لقر ريبي يوم بدر أو يرام بانا لقر ريبي واجرتين اسكت جوغان لي مكي دقالك اللي هذا ويلا سرير كان نبي قال له سوى بندقي جري ننك عن دقالك مقل كرا ننك عن سنة سوى سرق على نبي وارهيبي جري ماي مقل كرا وعلم عرور اسكر ريبي مركا أنا يا عبد الله بن عمر با وان هالريبي لكن تقال كدنبه أحد بيكو جرين كيو أحد بيقلمون وصلاة سنة يتوان كايدوي وكان المهاجرون وحياهين يوم بدر بدر مالن كذي نيفن على 60 والأنصار نيفن 40 و200 يعني صدح بقول يدور يتوان كمهاجرين تو وحي أحايين دور يلحدن بيهايين بوليه نيفن على 60 لحدن كي يدور بيك لحدن يدور بيهايين أنصار تون محي أحايين لباب بقول أفرتن يدور بيهايين داو بقول فرتن يداو مركا دي انصار تعادو بني مهاجرين دوسكا يراي رواه البخاري قتل ابي جهل ابي جهل دلكي سيبا هلكا لغا غلي سيدا لو دلي انا انس وها لغا وري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ينظر يا صوفيرنا يا ابو النبي لنا انك ما صنع ابو جهل وان ابو جهل وحو سميان نو سوغاني ساسو النبي هل مات انو دنتي اولا لانه كان وحو اشر الكفار واخبثهم بها قال هذا متك أو حر أو شر بدن بو هاي يا نو صفيرنا يا ريق أبي جهلة يا كل حارحهم بكسب ياي فانطلق ابن مسعود عبد الله بن مسعود باتري فوجده وهلي قد ضربه حال أي قراعين ابن عفراء قواد عفراء اللي لما يقول ويمعاد يمعود بالورينجري حتى برد حتى مات إلى أودنتيو لما يقول يرير أو نحيف والرأي أنصاريه يا سيف تكوكل أريدا أو ابن عفراء الأورنجري معادي معود أيا قراعي سيف تكرد دك دكينو لو دو دي حتى ويسكوز أنا أدلي أنا أدلي النبي سيفه هو دي بنبي فيري من البين تي دي يعني أوتري يا حتى برد حتى مات إلا دنتيوي وما كان نفسي بها كجرتي وحير وسد رمقها كجر ما كان واحد دنتو كل حسابي هيدي ويسكد هاي نوكي فأخذ وقف عبد الله بن مسعود بلحيتي قركو كدري فقال وحو يري أنت أبو جهل أبو جهل متيد هذا أبو جهل متيد وكنت جيسي ولي الرواية تقارح بصر أنت أبا جهل عرابك حتى أقول لحنيه ورفعيبه لأن تدوى ومتدى يعني أبا جهل نخبر كينا وقرنا أنت أبا جهل وجيس جيس درته بسأولي سو أبا جهل متيد يا مفسد كي وينا فقال وحو إلى أبو جهل وهل فوق الرجل قتلتموه وهل فوق الرجل نن أنكبضا ميانا هي قتلتموه أدشين سو نن لدليء أمئهم حتى محكران هايو أو قال وحي قاتله قوم يعني قتله قوم وقوم كيس إدلال من قوم كي من تلك إدلال أمانة أنا موحكران
وصوب بعد أرتي عبد الله مسعود نين تلقي دلالة يوم بعد أرتي نين كاتي تلقي سدلالة نعيب ما هدي دول بدجال وكل من جري أنت على الله ذيك الدنيا يا قال ما الحل الله دقي مركا مركا سوحو يري فلو غير أكار قتلني فلو غير أكار بيرلي غير كذا قتلني إنه إدلان أحب إليه لكن حاجة الآن الهاب إنه نبيرلي إدلين وراء أنصارات بدل سوا أنصار تقول إنه من بيرلي إيه هاي أنا ومجع الله يبوري إنه من بيرلي إنه قام تقول كل توا يا فقولا حوارها لما قلت بيرلي ده ويكير فانا المياه يا بس كمساكين هو يقطعته هذول كأسك جوجا يلا ده بيرلي ده وين بكرر مجالسين وكحل ربدي يكون حوارها دب أرد يحموه يا مرحبا ما أنا ومجع الله يبوري بيرلي إنه إدلان ما أنا جعله يبوري مرحبا رواية كحكوس أرثي هاي اللي بدأ ويل لما ويل وجر يره هاي وهذا أسيد أوينين من أي سنة قوني أبو جهل يا عبد الرحمن بن عوف بيو أصحابي يعني مركي دلالك الله صفتي أيوه هو أركي أيوه ويل الير يرون هنا عايكة تاقين رئان صاردة والرقوة وينو دقال يهانا من جبل عوصة وكما قرب تاقنا يوامحا لنا عاقوا بير عدلو إسيري يعني إسيري بويل مركي هذا الكاس مركو الله مركو يقصه دعي قلبه يقصه دعي ويل يربا إيمده وحير وريا عم أين أبو جهل أبو جهل يتصوير هل مر عندها إيسان مي قانا هذا سوى وقت ولي معرك مركز أنا محطة سمين لهين حدان أركبوري لا يفارق سواده سوادي بوري أنا أسأل مرنا مسك فارق اسمه فاروقين إلا متكانت دنتوي مركو كي هذا الكعب كسي بعيني متكلا حدنا إنت يا عم أين أبو جهل أبو جهل أو ومحطة سمين لهين حدان عندها سارات مر إيسارته أنا أسأل اسمه فاروقين إلا متكانت أدن مركز أنا يربر وكاس asoo ciidan ka saa u dhex maray oo deynta ku wirkaa oo ciidanka samayay mar saa wadh baxay mar saa u qoolinay sirta barqaba yaani ibn waka hal mar umbay labadoodi ku degdegeenoon seefti bay iskula kulmiyeen hatta barada maashi baka uu ku cindi hatta ma halkaas u dambay bufsidki weynaa abdullah ibn mas'ud wuxuu leeyahay wax badan buu yaani hada ku jeejaysay ee maka uu ku dhibay maanta dhibaato uu ku sameen jiray maalinkaas uu markaa garka qabtay oo madaxa kaga istaagay markaas uu halka نبي أشهد عليه سلامة سلام واحد ينتبه لكاسوا كذا إلهي بام هذا لبنو إلهي بكم هذه الحمد لله رب العالمين يا هذو بكم ما قال الملحد وضعها يا أبو جهل بقول إنت إيمانته إلهي بام هذا لبنو رواه الشيخان بوريه